السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله الوصفة ديالنا عبارة على السائل اللي كيصبنوا به في الماكينة التصبين. هذا السائل زوين وكيعطي وكيجي بزاف، كيجي كتير. ها هو عندنا هاد الصابونة، ها هي راه فيها 200 غرام. ها هي ماشي بالضرورة تكون بالكف، المهم صابون طبيعية هي فيها هادي 200 غرام. اما كتعملوا النص ديال هاد الشيء اولا تعملوها كامله. انا كنعملها كامله باش كنتهنى مره واحده، راه 5 يطرو كتعطي. عملوا نتوما النص الا ما بغيتوش تعملوها كامله. دابا هادي شنو كنشبر، دابا ها هي هادي الصابونه كنعمل ليها كنحكها في ديك هادي. وكاين انواع ديال هاد الصابون ديال الحجره، ماشي غير هذا اللي وريتكم انايا، غير وريتكم باش تعرفوا راه 200 غرام. بغيتو تعملوا غير نص 100 غرام عملوا، وكل شيء عملوا فيه النص، كاع المكونات عملوا فيها النص. انا كما قلت لكم كنبغي نتهنى يبقى لي واحد المده. ها هو حكيتو، من بعد كنزيد عليه لتر د الماء سخون، لتر، وكنخليه الليله كامله. نحركوه شويه هذا باش كيتخلط مع الماء بحال هكذا. خلطوه ومن بعد كنخليه كما قلت لكم الليله كامله، كنغطيوه ونخليوه. انا عملته في العشيه تل الصباح. هو دابا الصباح هو كيف الصباح هكذا، شوفوا بحال الكريمه. هو نخلي نحركو شويش، من بعد انا كنزيد هاد نص كاس ديال الخل ابيض والعصير ديال واحد الليمونه حامضه. نتوما الا عملتو النص غتعملوا ربع كاس ديال الخل ونص ليمونه حامضه كتعصروها. شحال كيصب لينا، شحال كتنسى تشري الصابون. انا كيعجبني دائما كنعملو. المرة تنزيد فيه حتى ديك الروح الخزامة، واحد القطارات كيعطي واحد الريحة مزيونة. الليمون الحامض هو، وكنحركو انا حيت كتير عندي غادي نقسمو على جوج. كنزيد 5 لترو ديال الماء، 4 لتر هما في المجموع، 5 لتر. واحد بيتناه مني بيتنا الصابون بديك اللتر سخون، غادي نزيدو دابا 4. دابا هو انا قسمته باش يجيني هذا باش يسهل. كنزيد ها هو كاس عامر ديال المسحوق التصبين. انا كنعمل جوج، الا عملتو نتوما النص غادي تعملوا واحد. عملت في هذا واحد وفي الاخر واحد، وكتحركوا كتخلطوا صافي. من بعد كتخليه واحد شويه، هو كيعقد ها هو. وكنعملوه في واحد الانيه، هي اصلا هذا كان ديال داك الصابون اللي بحال هذا، بحال هذا اللي عدلنا. هو هذه فيها جوج لتر ونص، انا عندي 5 لتر كما قلت لكم. وكنخليوها غير ملي نجيو نعملوه كنحركوه حيت هو شويه كيعقد. كتزيدو كتحركوه في هاد البيضو، وكتعملو داك القياس اللي كتعملو كاس كبير في الماكينه ديال التصبين. ها هو كيجي رائع، واحد الصابون زعما رائع. انا كنبغي شويه نحيد ديك الحده ديال هاد الصابون
العادي اللي كنصبنوا فيه في الماكينه كتبغي تهرس ليه شويه بهذا الصابون الطبيعي. وكنسدوها نخليوها من نجيو نخدموا. كتعملوا جوج ديال حسب شحال غادي تعملوا. كتعملوا كاس، انا كنعمل كاس شويه ديال العنبه عامر كنعمرو هو اللي كنصبن به. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، راهي تهنيكم واحد المده، والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.